تحت رعاية صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أقيم حفل تكريم مجموعة قوة الواجب العملياتية الخاص 16 التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك صباح اليوم بالحرس الملكي بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وسعادة اللواء ركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وسمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. وبعد عزف سلام صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين، تفقد معاليه طابور العرض الذي اصطفى لتحيته. بعدها ألقى سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وشكره على تفضله برعاية هذا الحفل، مشيرا سموه إلى ما وصلت إليه قوة دفاع البحرين من مستويات عالية تجلت من خلال الكفاءة القيادية والمقدرة القتالية المتقدمة بفضل التوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والدعم اللامحدود والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، معربا سموه عن شكره وتقديره لرجال قوة دفاع البحرين على ما يبذلونه دائما من تفاني وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيقة، ثم تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مجموعة قوة الواجب العملياتية الخاص 16 التابعة لقوة دفاع البحرين، تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية. وبهذه المناسبة عبر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين عن فخره واعتزازه بضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين بمشاركتهم في عمليات التحالف العربي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ضمن اتفاقية الدفاع المشترك مع أشقائنا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وضمن الروابط الأخوية التاريخية الثابتة فيما بيننا. وفي إطار اتفاقية الدفاع العربي المشترك مع الأشقاء، وأشاد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين برجال قوة دفاع البحرين من قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين لقيامهم بهذا الواجب السامي بكل شجاعة وإقدام، داعيا معاليه الله تعالى أن يوفقهم ويحفظهم وينصرهم مع إخوانهم من القوات الشقيقة. كما نقل إليهم صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تحياتي وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم. حضر الاحتفال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.